مساء الخير، مساء الحب، مساء السلام، مساء الجمال. شخباركم؟ شكرا للقلوب واللايكات والكلام الجميل. اليوم موضوعنا عن مسرح الأحلام. مسرح الأحلام، طيب جبتوا شاهيكم، قهوتكم، مستعدين؟ موضوع خطير، مهم، قوي. وقته، هذا وقته. طيب هي أول مرة أتكلم عن الموضوع، صحيح؟ طيب خلوني أبدأ أقول لكم أول شيء. مسرح الأحلام هو كورسنا لهذا الشهر، وهو يتكلم عن موضوع الأحلام. طبعاً موضوع الأحلام كثير تم التعاطي معه بطريقة أعتبر أنها غير مفيدة، غير مفيدة، ما أقول غير جيدة، غير مفيدة. مع أنك لما تفكر وتلاحظ راح تجد أنه كلنا نحلم، وكلنا نحلم كل يوم. فإذا في شيء موجود كجزء من حياتي، جزء من يومي بشكل رئيسي وأساسي ويومي ومستمر، فأكيد فيه له معنى. يعني إذا كلنا ننام كل يوم معناها النوم له معنى، إذا كلنا نحلم كل يوم معناها الحلم له معنى، معناها إذا إحنا لازم نحلم كل يوم معناها الموضوع مهم، إذا إحنا بالضرورة أن نحلم كل يوم معناها الموضوع مهم جداً، معناها إحنا ما نقدر نستغني عن أحلامنا، معناها أحلامنا تعني شيء في حياتنا. فطوال الوقت تم التعامل مع الأحلام على أنها خرابيط، سخافات، موضوع يعني حق الناس التايهة والضايعة، موضوع حق الأشخاص اللي ما عندهم رؤية علمية للحياة واقعية ومنطقية. الناس اللي مشغولين بالأحلام هذولا مش مشغولين بحياتهم الواقعية، مش مهتمين بحقيقة حياتهم الواقعية. وأضف لذلك أنه دخل المجال كثير من الأشخاص اللي أضفوا على المجال، صار يعني مجال شوية مش محترم، مش محترم. يعني حد يتكلم في الأحلام ويفسر أحلام، يعني صار احتمالية الخربطة فيه أكثر من أنه شيء من الممكن أن يحترم. هذا بشكل عام كيف النظرة الحالية اللي إحنا وصلنا لها في هذا التاريخ اللي أنا أعيشه. إحنا في 2020، ممكن يوم من الأيام شخص يشوف الفيديو يكون في 2050 وتكون الأحلام شيء مهم أو شيء مو مهم، ما أعرف. لكن أنا أتكلم في هذا العام، هذه هي الواقع اللي احنا نعيشه، انه الاحلام شيء ثانوي في الحياة، شيء مش مهم، شيء ليس ذو، يعني ما في احد يضيع وقته، يعني تضيع وقت الاحلام. واذا فيه شخص مهتم بالاحلام فهو مهتم فقط بقضية تفسير الاحلام بس، دان. اذا في احد يعني قال ليش كلنا نحلم، ليش الأحلام كل يوم تجي لي، في شيء مهم، في شيء مهم، شكل الأحلام لازم إحنا نفسرها ونحصل على تفسير، فعشان كذا تفسير الأحلام مهم. يعني إذا في أحد اهتم موضوع أحلام فهو ينحصر مباشرة على قضية تفسير الأحلام. وأعتقد أننا حتى هذا التاريخ إن شفناها على المستوى العلمي، على مستوى الاجتماعي، على المستوى النفسي، ليس هناك أحد يضع اعتبار للأحلام بأنها شيء مهم، شيء جزء من واقعنا اللي إحنا جينا عشان نجربه، جزء من تجربتنا الأرضية اللي جينا عشان نعيشها كلنا كل يوم بالضرورة، كلنا كل يوم بالضرورة، فهذا يعني أنها شيء مهم. لما فكرت أطرح الكورس كنت متخوفة مثل ما طرحت الكورس السابق اللي هو نداء الروح، لكني شعرت إن إحنا في 2020، إذا ما طرحت الآن يعني هذه الفرصة الجيدة لطرح مثل هذا الموضوع.
خصوصا انه احنا في مرحلة صحوة روحية كبيرة على مستوى البشرية، مرحلة صحوة روحية اعتقد انها راح تمر على كل بيت، راح تمر على كل بيت هذه الصحوة، بس في ناس بتصحى في ناس لا ما راح تصحى، وكل واحد راح يحصل النتيجة التي تناسبه. الشيء الجميل حتى الآن أنه كثير من الأشخاص اللي حضروا الكورس سمعت منهم تعليقات أقدر أقول أنها ممتازة أو فوق الممتازة صراحة، سمعت تعليقات أعجبتني وأشكرهم على تعليقاتهم، يعني عرفت أنه كان إطلاقنا للكورس في هذا الوقت صحيح ومناسب. هذه تقول لك بعد ما خلصت الكورس نمت حلمت 4 أحلام، أحس حتى اللاوعي مبسوط بالكورس، يعني بالعادة أحلم باليوم مرة أو مرتين. هذه تقول اشتركت في الدورة وباقي في التشافي، وش أقول وش أخلي. كتبت كلام جميل، تقول أنصح كل محب للحقيقة الحقيقة الوعي الاشتراك. أيضا تقول اليوم جربت اني اتحكم في حلمي، تحكمت في نص الحلم، كملت النوم، كملت النتيجة. يا جماعة انا صحيت مبسوطة مبسوطة واكتشفت المشكلة في الحلم والرسالة. الكورس هذا فيه تشافي عظيم عظيم. وبعدين قالت كلام جميل عني، شكرا لك حبيبتي. تقول المخرج بدع اليوم، بس المخرج خوفني اليوم، واليوم بعد دورة مسرح الاحلام انا المخرج وانا المبدع. كثير وصلتني تجارب بعد ما حضروا الكورس، بس على فكرة أبغى أقول لكم مو الكل يحصل على النتيجة بشكل مباشر، بعض الأشخاص يعني يتأخرون شوي. تقول الدورة خطيرة يبغالها ناس وعيهم عالي مشتغلين على أنفسهم صح قوية. طيب تقول لك دورة مسرح الأحلام عبارة عن حياة كاملة، صحيح، لأنه أنت داخل الحلم تعتقد أن هذه حياتك أصلا، صح ولا لا؟ يعني داخل الحلم أنت تعتقد أن هذه حياتك وفقط، ما تدري انه في حياة واقعية، صح؟ لما تكون جوا حلمك ما تدري انه في حياة واقعية اصلا انت تعيشها، فهي حياة كاملة ضايعة علينا، ها مضيعينها احنا ما منتبهين. هاي تقول فكرة كورس الاحلام هي فكرة التنويم المغناطيسي في الحلم، كل ماضيك وحاضرك ومستقبلك. طبعا يعني هي وصفتها بالتنويم المغناطيسي، انا اقول انه الاحلام هي طريق مختصر للتغيير، هي طريق مختصر للتغيير. ليش؟ انه اذا انت قدرت تتغير في احلامك اللي هي حياة، اللي هي حياة كاملة، معناها انت تستطيع انك تسوي داونلود لهذه التغييرات على ارض الواقع. تقول هذه من التجليات اني انا طلبتها. يمكن في أشخاص كانوا ناويين أنهم يحضرون مثل هذا الكورس، وسبحان الله تيسر. هذا هو يعني أهم شيء أبغى أقوله اليوم، أنه إحنا في حقبة تاريخية جيدة للصحوة الروحية، وأعتقد أنه الأحلام أحد الأدوات اللي من المهم أن ننتبه لها. وأعتقد أنه من خلال تجربتي، أنا صار لي 7 سنوات أطبق في عالم الأحلام وأغير وبدل وأقلب وأسوي. يعني الكورس ما انطرح عشان في فكرة كذا جت في رأسي، لا، الكورس مطبوخ على نار يعني هادئة جدا، وانتظرت حتى الوقت المناسب حتى أطلق هذا الكورس. فيه، خلوني أقرأ لكم محاور الكورس ونفتح لكم جزء منه عشان الأشخاص اللي يمكن ما عندهم القدرة المالية انهم يحضرون. خنشوف قولوا لنا وش ممكن نفتح. طبعا في اشياء صعب ان نفتحها لانها جدا يمكن يعني كبيره، ما ابغى حد يسمعها وهو ما سمع التسلسل كامل. باخذ اسئلتكم بس شويه. اول شيء عندنا المقدمه، بعدين عندنا قصه، هذه القصه اللي كانت الرساله والشراره لهذا الكورس ولكل بدايتي، كل هالموجة هذه اللي بدأتها في عالم الأحلام. حقائق عن الأحلام، نظريات الأحلام، مسرح الأحلام وهو جدا مهم، أنا لا أحلم، هذه أنواع الأحلام، أنا لا أحلم، أحلام اليقظة، الكوابيس، الجاثوم، الأحلام المتصلة، الأحلام المكررة، الأحلام المتطورة،
الأحلام الترفيهية، أحلام الحياة السابقة، الأموات والشياطين والجن والملائكة والأرواح، الأحلام المشتركة والمتبادلة، يعني أحلام مشتركة يعني لما اثنين يشتركون في الحلم مع بعض، الرؤية، الأحلام الواعية والجلية، يوغا الحلم، كيف تفسر حلمك، وبعدين التشافي من خلال الأحلام على ثلاث مراحل، وبعدين كيف تجذب من خلال أحلامك، وبعدين السؤال الوجودي آخر فقرة عندنا، هل الحياة حلم؟ هل إحنا في حلم؟ هل إحنا في حلم يا جماعة؟ هل الحياة حلم؟ طيب وش نفتح؟ أنا دائما أتحلم كوابيس عشان في فوضى كثير، في فوضى كثير تحتاج تنظيف. الدورة راح تساعدك إنك تنظفين هذه الكوابيس. ليش مهم نتحكم بالأحلام؟ ليش مهم تتحكمين بحياتك؟ نفس السؤال، ليش مهم أتحكم في أحلامي؟ من قال إن الموضوع مهم؟ ليش مهم أتحكم في حياتي؟ خلني كذا قاعد، واللي وديني وديني، واللي يجيبني يجيبني، والمخرج اللي يحط لي الشو يحط لي الشو، ويلغي الشو ويوديني في داهية ويحط لي كابوس و و و و. ليش؟ هل حياة حلم شوية متقدمة؟ في ناس ممكن تحصل لهم صدمة ما أبغى. طيب أنا لا أحلم، أعتقد أنا لا أحلم يمكن جيدة، يمكن في أشخاص كثير أنا لا أحلم. طيب خلينا نشوف، لكل شخص يقول أنا لا أحلم، ما والله دورة جيدة شكلها جيدة يا دكتورة، بس ترى أنا ما أنا معكم، أنا ماني ضمن القائمة، أنا ما أصلا ما أحلم، أصلا ما أشوف أحلام. أوه ذاك السنة يوم شفت حلم أذكر أسميها سنة الحلم من شد ما هو يعني الموضوع جدا بعيد، ذاك السنة يوم أني أشوف الحلم. خلونا نشوف الآن في محور أنا لا أحلم. أنواع الأحلام، وأنواع الأحلام بالنسبة للأسماء المتعارف عليها عند الناس أو بالنسبة للأشخاص المختصين في مجال الأحلام. أول نوع نريد أن نتحدث عنه اللي هو نوع لا أحلم، أنا لا أحلم. تتكلمون عن الأحلام، تتكلمون عن الأشياء هذه، مش في عالمي، أنا أصلاً لا أحلم، أنا عمري في حياتي ما حلمت، يمكن مرة كده يعني حلم مو واضح كده. هذه بالنسبة لنا إشارة خطر، إشارة خطر بالنسبة لي شخصياً أعتبرها من الدرجة العالية على المستوى الروحاني، إشارة خطر أنه في كثير من الغياب عن الواقع وعن الوعي، وفي كثير من التجاهل للحقائق عن نفسك. إذا قلت أنا لا أحلم، بالنسبة لي هذا خطر، لأنه يعني أنك لا تعرف أنك تحلم. أحد الحقائق اللي أكدناها في حقائق الأحلام أنه كلنا نحلم، وإذا ما نحلم نموت، ما نقدر، هذه هي كذا تركبت الحياة بطريقة بحيث أنه لابد يكون فيها الحلم. وقد يكون هذا سر من أسرار الحياة، أنه لابد كل إنسان حي يحلم. لذلك إحنا متفقين على فكرة أنه كل شخص يحلم، لكن الخطر أنك أنت لم تتذكر أي حلم من أحلامك. تخيل أنك عندك كل يوم ساعتين تقضيهم أنت ما تذكرهم، ما تدري كيف ضاعوا الساعتين هذولا وأنت كنت تحلم. كل يوم أنت تدخل في مسرح الأحلام، تقعد لمدة ساعتين، قد تكون لمدة 8 ساعات أو أكثر، ما نعرف، يختلفون الأشخاص، لكن هذا اللي إحنا متأكدين منه على أقل تقدير. تخيل أنك كل يوم ما تدري وين راحوا الساعتين. وأبغى أقول لك أن استمرارك في تجاهلك لأحلامك هذا يعني بالنسبة لي أن المخرج سوف يتجاهلك، وهذا كلام خطير. أحلامك قد تكون ذات إضاءة خافتة مثل ما شرحنا في مسرح الأحلام، قد تكون دايم قاعد في زاوية صعبة فالمخرج ما يقدر، يعني أصلا أنت داخل وأنت ما تبغى تشوف، وأنت كأنك تقول للمخرج
يعني إذا في حلم ترى أنا ما أبغى أشوف، خلوني أقعد على الطرف، خلوني أقعد في آخر صف، وخفت الإضاءة للأخير. يعني أنت بنيتك لا تريد أن ترى أصلا، لا تريد، ولا تريد أن تعترف بحالة من الأحلام، ولا تريد أن تشعر. مرات بعض الأشخاص يشعرون بالعار في فيما يتعلق بأن عالم خرابيط وعالم سخيف وعالم مش مهم، فالحلم كأنه يقلل من قيمتهم أو يقلل من العلمية والواقعية والمنطقية اللي يعيشونها في حياتهم. يقول لك أنا حلمت، يعني يحس أنه بضعف، يحس أنه في عالم وهم، يحس أنه خرابيط، فيختار هذا الخيار أنه أوكي أنا ما أبغى أحلم. بس طبعا ما في هذا الخيار، فيكون الخيار يتحول إلى أنه أنا لا أتذكر أحلامي، فيقعد في مكان بعيد عن الرؤية، بعيد عن الشو، يخفض الإضاءة، وبالتالي تأتيه يبدأ المخرج. طبعا المخرج دائما من الصندوق الأول، نحن نتحدث عن الأشخاص لا يحلمون، فنحن نتحدث عن الصندوق رقم واحد، والمخرج إيه اللي هو كله اللاوعي، ويبدأ بإضاءة. يقول لك ما دام هو يعني بعيد، يعني هو أقرب للباب من العرض، يعني يقعد في مسرح يكون بعيد جدا عن العرض ويبغى الإضاءة خافتة، يعني نتجاهله تدريجيا، نعطيه رموز صعبة، نعطيه شو مقطع، نعطيه صور مقطعة، يدخل صورة على صورة على صورة، رمز صعب على رمز صعب، متداخلة متداخلة متداخلة، وكلها التداخل يعني أصلا معقد على مستوى فهمه، لأن مستوى فهمه دائما منطقي واقعي، فما يستطيع يفهم أعلى من كذا. فهذا الشخص هو هارب في الحقيقة من واقع، هارب من مشكلاته، يتجاهل المشكلات اللي يعيشها، يتجاهل كل المشاعر الدفينة التي بداخله، يتجاهل الألم. أنا أعرف أن هذا صعب، قد تكون تسمعني وأنت لا تحلم، أنا أعرف أن هذا صعب، أنه بداخلك الكثير من الألم، تقول أفتح إيش وخلي إيش، أبغى قرن كامل قاعد أصيح وأندب حظي إذا أنا بقعد أسمع مشكلاتي وأتتبع مشكلاتي وأشعر فيها، ألم كبير أفهم هذا، لكن كونك تعيش مشكلاتك وألمك واقعيا ومنطقيا وفقا لما أفهمه في عالم تطوير الذات، هذا أفضل من أنك تعيش بحالة لا أحلم وحالة أنا أتجاهل حقيقتي وأنا أهرب من حقيقتي. أنت كأنك ما تبغى تشوف المراية، لا تريد أن تعترف، لا تريد أن تتذكر ماضيك المؤلم، لا تريد أن تعترف بواقعك. فالآن اللاواعي هو اللي مسيطر، لكن يعني يعطيك تجاهل كما تجاهلته، وهو يقدم المساعدة لكنك تستمر في التجاهل، فيجعل اللعبة أصعب، فيبدأ العرض يكون أصعب جدا، مقطع، إضاءة منخفضة، رموز، ومزيد من التجاهل يعني أنك تعرض نفسك لضغط أكثر وتكدس مشاعري وتكدس مشكلاتك بدون حلها أكبر، وهذا يعني بالنسبة لنا أن الانفجار سوف يكون قريب وقوي جدا. أحد الأشكال الأشخاص الذين لا يحلم يقولك أشعر بشعور الحلم دون أن أتذكر، يعني يقول أنا حسيت اليوم بشعور، يعني أحس أنه كأني تعرضت لإهانة من أحد بس ما أتذكر صورة. وهذه أحد أشكال، وحتى لا يستطيع، يعني لو كان سمح لنفسه بالتذكر لن يسمح لنفسه بأن في أحد هنا في الحلم، وليست القضية واعية، بل هو وصل إلى تكدس مشاعري سلبي بحيث أنه ما يقدر يضيف إضافة أكثر من كذا. الحل طبعا بالنسبة لنا أنه إحنا نشيل، نضع أول شيء النية، وأن إحنا نستقبل الأحلام، نسمح لأنفسنا بأن نستقبل الأحلام، وإذا كان عندنا في الغالب معتقدات مضللة تجاه الأحلام نعدلها، أنه الحلم شيء قيم، شيء مهم، شيء قد يكون فعلا في حلول لمشكلاتنا، قد قد قد، فبعد ما أعدل المعتقدات وأضع النية
أبدأ في عملية استخراج هذه الأحلام إلى حيز الوعي، وهذا هو الدور اللي راح نقوم فيه في موضوع تشافي الأحلام. لأني بالنسبة لي يهمني، أحب أقول لك في ختام هالحديث عن نوع الحلم أني لا أحلم، يهمني أني أذكرك بأنك في خطر، وبأن الانفجار إذا ما تداركت نفسك راح يكون كبير وقوي. وإذا كنت لا تحلم والتحقت بهذا الكورس، فحب أقول لك أنت محظوظ، أنت من الناس القلائل اللي محظوظين اللي يحضرون كورس هم أصلا مو مقتنعين فيه، بس يمكن أنت مقتنع فيني، يمكن أنت تبحث عن حل. فأنت محظوظ أنك وصلت لهذه المرحلة، أنك قررت الآن أنك تتخلص من قضية لا أحلم إلى قضية أنا أحلم، وما في معنى أني أتعرض الكوابيس، ويمكن بكرة أتعرض لحلم واعي، ويمكن بعده أصل لحالة يوغا الحلم. هذه هي لا أحلم، فكرتها الملخص طبعاً مدتها 8 دقائق، فالملخص يقول لنا أنه كلنا نحلم، هذه حقيقة، هذه فاكت، كلنا نحلم أقل شيء ساعتين، لكن فيه أشخاص لا يتذكرون الحلم، في أشخاص يتذكرون، هذا هو الفرق. وهنا يأتي الكلام أنه ليش أنت ما تتذكر، وسمعته كيف أنه ما تتذكر لأنك قاعد ورا في المسرح، لأن الإضاءة خافتة، لأن الصور مقطعة، لأنك تجاهلت. وسبب الحقيقي العميق أنه أنت تجاهلت مشكلاتك، أنه أنت المشكلات التي تعيشها على أرض الواقع يعني قمت تغبيها وقمت تخبيها وما تطلعها، ما تواجهها، ما تحلها. فبالتالي اللاوعي تورط، اللاوعي تورط، وبالتالي انت اصلا خايف من كل مشكلاتك، خايف من خوفك، خايف من غضبك، خايف من حقد، خايف من حسد، خايف من الم، خايف من يمكن شيطان جواتك، ايا كان اللي جواتك انت خايف منه، خايف انك تواجهه، خايف انك تعرفه، خايف. فبالتالي تقرر انك لا تحلم، وهذا القرار ما تقدر تقرره، لانه الحقيقه ان احنا لما قررنا هذه التجربه الارضيه الحلم جاي معانا لاصق بنا، ما في خيار اني لا احلم. انت حي، انت تحلم، انتهى. انت حي، انت تحلم، انتهى، ما في خيار اخر. فلما تقول انا ما ابغى احلم، الترجمه عشان تستقبل هذه الفكره، انا لا اريد ان اتذكر احلامي. فهذه هي الازمه اللي يتورط فيها الشخص الذي لا يحلم. طيب خلوني اخذ بعض الاسئله لكثر الشياطين. يمكن الواحد ما يقدر يعني يوصل لمرحلة جيدة لما يطلع هالشياطين ويواجهها ويتفاهم معها ويتحرر منها. ما في أضغاث أحلام؟ أضغاث وأحلام. طيب، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. هذه في سورة يونس لما قالوا يوسف، لما قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، قال الذي نجا منهما وادكر بعد أمه أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. بعدين راحوا ليوسف، يوسف أيها الصديق أفتنا. فهذول فئة من الناس يشوفون، زي الفئة اللي صارت في قصة يوسف عليه السلام، قالوا أضغاث أحلام. فأضغاث أحلام تعني انه انت يعني مو قادر يعني تفهم شو القصة، او مو قادر تفهم شو اللي قاعد يصير، او مو قادر تستوعب. فاحسن شيء انك تقول ديليت اضغاث احلام. كل حلم نحن نحلم فيه له معنى، لكن الى اي درجة المعنى مهم او غير مهم. في احلام معناها مش مهم، فيمكن جدلا نقدر نقول عنها اضغاث احلام، يمكن يعني جدلا. يعني مثلا انا اليوم شاربه في هذا الكوب وكنت اسوي البث ومعاي ال نسيت وش اسم المشروب اللي معي، كامومايل، ونمت وحلمت نفس المشهد اني انا اشرب هذا المشروب. فبالتالي ممكن أقول أضغاث أحلام، ما في أي معنى إضافي، ما في أي معنى إضافي يعني، بس معناه أني أنا أعيش الوعي الواقع اللي موجود أعيشه أيضا في الحلم، بس ما في شيء إضافي، ما في فكرة إضافية، ما في معنى إضافي.
فممكن في هالزاوية يعني في هالنظرة إن نحط نظرة ونقول أضغاط وأحلام، أو العادة إنه الأشخاص اللي لا يدركون قيمة الحلم هم اللي راح يقولون أضغاط وأحلام. هل الدورة تعتبر تنظيف؟ نعم تعتبر تنظيف ووعي واستنارة، وهذه ما كنت صارت في أي دورة أنا سويتها، ما كنت صارت في أي دورة أنا سويتها إنه عندك مستوى تنظيف ومستوى وعي ومستوى استنارة. بس يمكن شخص ما يطبق فما يتنظف، يمكن شخص ما يطبق فما يصل حالة وعي، يمكن شخص ما يطبق فما يحصل على لحظة استنارة. يعني الموضوع يعتمد على تطبيقك ويعتمد على اجتهادك مع نفسك. يعني ما يعني انك شريت الدورة انك تتنظف، لا، لازم تطبق، لازم تشتغل، لازم انت تشتغل وتطبق واحدة واحدة لما توصل للنتائج. لأول مرة يكون في كورس مثل هذا الكورس، انه في هذه ثلاث مراحل، انك انت بتخلص تنظيف، بعدين تحصل على قفزة وعي، بعدين تحصل يمكن على لحظة استنارة. هذا اللي انا جربته وهذا اللي انا طبقته وهذا اللي حصل معي، انه انا استطعت اني انظف، استطعت اني احصل على قفزة وعي، واستطعت اني احصل على لحظة استنارة. الدورة موجودة على الموقع www.sumaya369.net، والموقع الأول ما زال مخترق. واللي ما يفتكر أحلامه وحياته، تكلمنا هل الحلم سيناريو لحياتنا؟ ممكن أقول نعم، ممكن أقول هو صورة أكثر حقيقية للحياة الواقعية اللي إحنا نعيشها. يعني لما تكون على أرض الواقع تكون خايف بس تسوي نفسك مو خايف، تكون غاضب بس تسوي نفسك مو غاضب. فلما تروح في الحلم يوريك إياها بشكل حقيقي، يوريك أنه أنت خايف، يوريك أنه أنت غاضب، يوريك أنه أنت حزين، يوريك الأشياء بحقيقتها. فهي صورة أكثر حقيقية عن حياتنا. هذا جزء بس منها، هذا جزء، لأن في جزء من الأحلام هي الأبعاد الأخرى والعوالم الأخرى والعالم الأثيري، هذه كلها أجزاء أخرى ما نعرفها. بس غالبا الأحلام في مستوى، خلنا نقول أكثر من متوسط الناس، خلنا نقول غالبية الناس، هي صورة أكثر حقيقية عن حياتهم وعن واقعهم. هالحين أنت تفسرين أحلام؟ تفسير الأحلام، أنا عندي وجهة نظر في موضوع تفسير الأحلام، إن تفسير الأحلام موضوع جدا خطر، وتحدثت عن هذا في الكورس، وأعطيتك في محور كيف تفسر أحلامك، أعطيتك طريقة لتفسير أحلامك بحيث أنك أنت الشخص الوحيد اللي تقدر تفسر أحلامك. ليش أنه تفسير الأحلام خطر؟ لأنه الأحلام لها خلنا نقول زر حساس. أحاول بس أمثل لكم كيف يشتغل الموضوع. الأحلام عندها زر حساس، فهذا الزر معاك، فأنت ماشي في هذا الزر تقول يا جماعة، خلنا نقول الزر الأحمر، يا جماعة أنا عندي حلم، فهذا الزر موجود. فيجي شخص يقول إيه تتفنش من وظيفتك، ضغط الزر. يا جماعة أنا عندي حلم، أنت معاك الزر الآن. يا جماعة أنا عندي حلم، مين يفسر لي حلمي؟ ها وش حلمك؟ والله حلمت أنه يعني كنت أمشي بدون ملابس وكذا. إيه فضيحة. انضغط الزر. فهذا اللي يجعل موضوع تفسير الأحلام موضوع خطر، وفي نفس الوقت مهم أنك أنت تضغط الزر قبل ما حد يضغطه. أنت تقول حلمت اني بدون ملابس ان شاء الله مزيد من الحرية مثلا او مزيد من الراحة. انا اضغط، انا اللي اضغط، انا اللي افسر.
مو احط الزر عند اي احد عشان يفسر لي. فمهم ان انتبه اني انا اعي لهذه النقطة، لانه وين المشكلة؟ المشكلة زي ما قلت لكم، اول شيء عندنا يعني وعي جمعي لا يعترف بقضية الاحلام ولا يقيم لها وزن، وبعدين عندنا جروب عندهم بندول الاحلام مرة مهم. هذول الجروب ماسكين ازرتهم كل يوم، مين في احد، في احد مجنون يفسر لي حلمي يا جماعة؟ في اي واحد مجنون، اي واحد معصب، اي واحد حقود، اي واحد حسود، اي واحد يعني نفسه شينة، اي واحد مزاجه تعبان؟ بليز يعني انا مسكينة، واحد يفسر لي احلامي؟ في احد بس يضغط الزر على اي ضغطة، اي شيء يطلع معاك، اي شيء يطلع معاك، اي شيء طلاق، ها شلون؟ بس ضغطتوا لي الزر؟ اي والله ضغطنا، انت اعطيتينا الزر، انت معطيتنا الزر. انت معطيتنا الزر، يعني شو نسوي؟ معطيتنا الزر نضغط الزر. فانا اعتقد انه انت عندك زر مهم، عندك شيء قيم، عندك شيء جدا جدا قيم على فكره، انه انت معاك الزر. فما المفروض ان احنا نقدم الزر لاي احد؟ ما المفروض ان، وانا ما اشوف انها فكره جيده ان احنا نسمح للاخرين انهم يفسرون احلامنا. الجاثوم يتكرر علي كثيرا. بالنسبه لي شخصيا اعتبرك محظوظه، بالنسبه لي شخصيا اعتبر في اشاره يعني اثيريه جيده. انصحك بحضور الكورس. هل لابد من تكرار الحلم حتى تصل الرساله، ولا تكفي مره واحده؟ مو هذه فكره الكورس، انه احنا نرفع المستوى من مستوى انا لا احلم، انا لا اتذكر احلامي، الى مستوى اني اتذكر احلامي، الى مستوى انه صور واضحه، الى مستوى انه عندي اضاءه قويه، الى مستوى انه اوه انا حلمت بشيء فلاني، حلمت بشيء فلاني، فانا اتذكر احلامي. فهذا هو، هي الفكره، انه احنا نرفع هذا المستوى لما نصل للمستوى، بعدين نرفع المستوى اخر، مستوى الوعي، بعدين نرفع المستوى الاستناره. فكلها درجات وطبقات. الحلم مرايه الواقع، اقدر اقول لك جزئيا نعم، لانه يورينا جزء من حياتنا، بس برضو في شيء اللي هو مش كثيرا موجود في الواقع، اللي هو العوالم الاخرى والاثير. تقول انا ما احب احلم لانه مره حلمت انه في، انه سن لي طاح، وفسره بانه في احد بيموت. اول شيء انه انت كنتي ماسكه الزر وسلمتيه لشخص، وشخص بكل استهتار ضغط الزر، فما اعتقد ان هذه كانت فكره جيده. كان سلوكك غير جيد، لكن الان عندك فرصه انك تغيرين سلوكك، انك ما تطلعين الزر لاي احد، انك تحتفظين بالزر لنفسك وانت اللي تضغطينه. هذا شيء. الشيء الثاني انه كونك انت تقولين لنفسك اني انا ما ابغى احلم، هذا شيء غير جيد، انه انت يعني كانك تعطين نفسك الامر انه انت ما تبغين تحلمين. فزي ما قلت لك، يتحول الامر الى انا لا اريد ان اتذكر احلام، فانت تحلمين، لكن انا لا اريد اتذكر احلام، فانت تخسرين كثير كثير، تخسرين رسائل، تخسرين عالم اثير، تخسرين الوعي، تخسرين التنظيف، كثير كثير تخسرين اشياء كثير. احلامي خصبة عالم كله مغامرات واكشن. حلو، احس اني مدمنة احلام. ليش لا؟ كلنا نحلم، بس في شخص يقول انا احب الاحلام، فهذا يقول عنه اوكي مدمن احلام. واحد يقول انا لا احب الاحلام فما يذكرها. تقول بس الضرس معناه الموت صح؟ تبغى تأكد الفكرة الان، او تبغى يمكن عندها حلم او كذا. مين قال القصة هذه؟ أرجع وأقول لك إنه تفسير الأحلام تعتمد على النظارة المتعارف عليها عند مجتمع معين. يعني عند مجتمع معين هذه الفكرة، بس يمكن تروحين إيطاليا فكرتهم غير، فكرتهم اللي يطيح سنة هذا حظ. فبالتالي ما يصير احنا نسمح لاحد عنده نظاره معينه هو يحدد انا وين رايح. وبعدين على فكره كل الناس بيموتون، فمعلومه مهمه، يعني كل الناس بيموتون. ايش استفيد لو فهمت احلامي؟ لا، احنا ما نتكلم، احنا نتكلم عن مستوى تنظيف الاحلام، التنظيف من خلال الاحلام، وبعدين نتكلم عن مستوى قفزه وعي، وبعدين نتكلم عن لحظات استناره. هذا اللي تستفيدينه. بالنسبه لي تفسير الأحلام يعتبر جزء بسيط من القصة اللي أنا أتكلم عنها. الموضوع بالدرجة الأولى هو تنظيف
انك انت تقوم بعملية تنظيف مختصرة سهلة مركزة سريعة من خلال الأحلام، هاي تنظيف، واللي بعدها قفزة وعي، واللي بعدها استنارة. حلم الآخرين فيني هل هي رسالة لي أم لهم؟ ممكن لك ممكن لهم، حسب وين موقعك من الإعراب. وإذا حضرتي الكورس اسمعي الأحلام المشتركة. متى تفتح كورسات التنظيف؟ هذا كورس تنظيف. ليش كثير يحلمون فيك؟ ما راح أقول، قلتها في الكورس. ما راح أقول ليش، هو صحيح كثير يحلمون فيني، بس على فكرة ترى هذا ما حصل له في 2019 و2020 إذا لاحظتي. قلت الموضوع في الكورس. هل أقدر من خلال الحلم أحقق هدفي في الواقع؟ أنا أدعي ذلك، نعم. أنا أقول إنه إحنا في الأحلام عندنا طريق للجذب، عندنا طريق للجذب. بس على فكرة أنا ما سويت الكورس عشان الجذب، تذكرون دائما أني أقول لكم إنه الجذب هي قضية لا تعني شيء مقابل التنظيف، مقابل الوعي، مقابل الاستنارة، هي تحصيل حاصل. هذا موضوع يعني جدا جدا بسيط. الجذب فيما يتعلق بالتنظيف، فيما يتعلق بالوعي، فيما يتعلق بالاستنارة، هذا تحصيل حاصل. أنت تحصله كأنه يعني شيء 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 أنت تعطى هذا الشيء مجرد ما تقوم بالتنظيف ودرف درجة وعيك وحصولك على استنارة. فبالتالي أعتبر إنه الجذب سهل للأشخاص اللي يقومون بتنظيف ويحصلون على قفزات وعي أو يحصلون على حصة استنارة. لكن نعم، في محور كامل عن الجذب من خلال الأحلام. هل أحلام الأطفال مهمة؟ تكلمت عن موضوع الأحلام الأطفال، وفيه في أقوال تقول إنه الأطفال لا يحلمون بأنفسهم، شيء كثير يعني حط لي علامة استفهام وتعجب، وإنهم يشوفون كوابيس، هم والحيوانات كلهم يشوفون كوابيس، لكن الأطفال لا يحلمون بالخطر أو بالألم عليهم. وهذا يلفت نظري إلى يمكن قضية إنه الطفل لم يتدهور لم يتدهور بعد عشان هو يعيش الشعور المؤلم وتتلخبط اللاوعي عنده، فيقول كنا يظل اللاوعي عنده سليم لما عمر معين، يمكن يوصل 9 مثلا أو 8، وبعدها تبدأ الآلام تجي ويبدأ يحس نفسه هو اللي متورط في الكابوس أو الحلم. قبل ذلك هو يشوف الآخرين متورطين، وهذا اللي يخلي بالنسبة له يسمى كابوس، إنه يشوف مثلا أمه في مشكلة، يشوف أبوه في مشكلة، يشوف أخوه، يشوف صديقة في مشكلة، بس ما يشوف نفسه هو اللي عند المشكلة. هذا شيء يستحق تأمل صراحة، يستحق التفكير. الدورة ممتعة وثرية، شكرا حبيبتي، عفوا. أعتقد أنه الكل يستحق، وأعتقد أنه كان في أشخاص نووها قبل فتجلت. الحلم يحكي لي المستقبل، هل يعتبر وعي روحي؟ إذا في رسائل تجيك من المستقبل يعتبر، خلنا نقول درجة أثير جيدة، يعني اتصال مع الأثير بشكل جيد، هذا اللي أقدر أعبر عنه. في نفس الوقت ما أقدر أقول إنه يعني إنه في اتصال، لما أنت تتصل مع عالم الأثير يختفي الزمن، لما تتصل مع عالم الأثير يختفي الزمن، فبالتالي يكون إنه الماضي موجود والمستقبل موجود والحاضر موجود، فمن البساطة عليك إنك تشوف كل هذه الأشياء في وقت واحد. إذا ضغطت الزر بإيجابي يحدث كما نويت أم هو مجرد تسكين؟ لا يحدث، لا مش مجرد تسكين، لا يحدث طبعا يحدث. دائما عندي استفسارات عن الأحلام ولقيت أغلبها بالكورس. ممتاز، الحمد لله أنه قدرنا نجاوب على استفساراتك. الكورس موجود في الموقع www.sumaya369.net.
شلون اتصل بالاثير؟ ممكن تتصل بالاثير من خلال الواقع اللي احنا نعيشه. يعني في اشخاص يهتمون بالتواصل مع العالم الاثيري من خلال الواقع اللي احنا نعيشه، عندهم يمكن تمارين، عندهم طرق، عندهم تطبيقات. وفي طريق اخر اللي هو انا الان قاعده اقوله، انك تتصل بالاثير من خلال الاحلام، وانا اعتبر انه هذا الطريق اسهل، وهذا الطريق اصلا اغلب الناس جربه. يعني اذا يوم من الايام جتك رساله من المستقبل، فانت يعني عندك شويه خلفيه، لو كانت بسيطه خلفيه عن عالم الاثير، فانت تقدر تدخل وتطلع، تقدر تسوي شويه حركه. فاحنا في وقت في صحوه روحيه، فليش ما ندف نفسنا اكثر ونحصل على هذه التجارب او هذه الاشياء اللي ممكن نحصل عليها، خصوصا انه احنا ما نعرف اذا بعد سنه ولا بعد سنتين ولا بعد 3 سنوات الاجواء مثل ما هي الان. ما نعرف 2020 سنة استثنائية، ما نعرف إذا إحنا السنة القادمة هل الظروف راح تكون نفس الظروف الآن، إلى أنه إحنا وصلنا لمستويات عالية من رغبة الناس في حصولهم على صحوة روحية وتطورهم الروحاني، ما نعرف. أو يمكن يصير في مجموعة خلاص وصلوا لصحوة ومجموعة تخلفوا كثيراً، فإحنا وين موجودين؟ فيكونون هذولا ما يقدرون يوصلون هذولا، وهذولا مش مهتمين بهذولا، أو مش مهمهم هذولا، ما نعرف. كيف سويت الكورس؟ هل هو عن طريق الحلم؟ لا، قلت القصة مو موجودة. موجودة القصة. كيف سويت الكورس؟ موجودة القصة. جتني رسالة قوية جدا وبدأت في الطريق واشتغلت 7 سنوات أشتغل على الموضوع. تنفع الدورة لأي مستوى واعي حتى المبتدئ؟ نعم، تنفع لأي مستوى، لكن بشرط أن نطبق بهدوء، أن ما نبغى نقفز للمرحلة الثالثة وإحنا لسه ما خلصنا مرحلة التطبيق. بهدوء. خلصت سول ديتوكس، أقدر أخذ الدورة الآن؟ نعم. هذا هو البعد الخامس، انفصال الناس عن بعض. ممكن حلمت ان امي تتزوج على ابوي، وش التفسير؟ تبغين افسره؟ تبغين افسر وورطكم؟ طيب والله قلت، والله شرحت. إلا عندنا فقرة الأحلام بالأموات موجودة. أفسر حلمي داخل الحلم بعدين أصحى. ممتاز، هذا مؤشر جيد بالنسبة لي أنه أنت تستطيعين أنك تحدثين أيضا قفزات أخرى داخل الحلم. ليش تتوقفين عند هذه القفزة؟ ممتاز، كملي. أسجل في الدورات ويجيني ملل مع مسرح الأحلام. مش حتغمض عينك. الصراحة الحقيقة ان مسرح الاحلام ما اعرف، اللي اشتركوا يقولون لي ممتع. انا اعرف انه التغيير صعب، ترى اعرف، وسبق اني قلت لكم كثير التغيير صعب، والتغيير يحتاج له نفس ويحتاج له وقت. لكن يمكن في مسرح الاحلام راح الاشخاص اللي ما قدروا يسوون تطبيقات وتمرينات أخرى يعتبرونها وناسة، يعتبرونها لعبة. ممتع صراحة، ممتع التعامل مع الأحلام، ممتع. ومن خلال تجربتي أنا، يعني قرابة 7 سنوات وأنا أطبق وأعيد وأزيد وأجرب كذا وأشيل كذا أعتبر إنها يعني ممتعة جدا، وما زلت أطبقها، ما زلت أطبقها، لأنها بصراحة سهلة وتعطيك يعني شلون يعني تدف شوي، تعطيك تحس تنتبه على طول التطور يجيك في الحلم، فأنت يعني تستمتع مع التطورات. هل المسرح محدد ب 21 يوم؟ ما فهمت قصدك. كيف المسرح محدد 21 يوم؟
قصدك في تمارين 21 يوم؟ لا ما في تمارين 21 يوم، ما في ما في، لانه في شخص مثلا الان شفتي وحده تفسر حلمها داخل الحلم، هذه متقدمه يعني، في وحده ما تتذكر احلامها، هذه لازم تبدا من اي، فيختلف المستويات تختلف. خاف اندمج واصير غير واقعيه، لما تفتحين عيونك راح تكتشفينك على ارض الواقع. هذا احنا لا نجعل الواقع حلم، نحن نجعل الحلم واقع، نحن لا نجعل الواقع اللي انت عايشته اذا كان واقع، نحن لا نجعل الواقع حلم وندخلك احلام يقظه، لا لا احنا ما نسوي كذا، نحن نجعل الحلم واقع. فانت بعيده تماما عن فكره انه بعيده تماما انه انت بتقعدين تصيرين تحلمين وكذا، لا احنا نخليك تصحين وسط الحلم. كيف في الواقع نحلمك؟ لا لا، انت في الواقع يعني مصحصح على الاخر. يصير ابدا في هالدوره وانا ما حضرت ولا دوره؟ ممكن. وش تفسير اني نحيفه؟ حلمت اني نحيفه، ها الزر اضغط اضغط، طيب خلونا ناخذ اخر سؤال. الجنس في الحلم طبيعي؟ طبيعي جدا، طبيعي جدا، واغلب الاشخاص يمرون بهذه التجربه، وهذا حلم يعبر عن الواقع اللي احنا نعيشه. زي مثلا لما احنا جوعانين نحلم انه احنا ناكل وشبعنا، نفس الشيء لما يكون في احتياج جنسي يتجلى في الحلم على شكل جنس، فهو طبيعي جدا وما عنده تفسير اكثر، ما عنده بعد اكثر، ما عنده يعني. مثل ما انا شربت الكوب بعدين رحت حلمت اني اشرب، نفس القصه، عندي احتياج جنسي فرغته في الحلم، ما في قصة زيادة، ما في قصة زيادة. وبالنسبة لي شخصيا لا أعتبره قضية مربكة لللاوعي، أعتبره حلم في دائرة الوعي، لأنه احتياج حالي في اللحظة الحالية. اللي بيحضر المسرح راح يفهم كلامي أكثر، لأنه أيضا تكلمت عن الأحلام الجنسية وأحلام الأكل وأحلام الشرب وكل الأحلام هذه الاحتياجات. طيب اعتقد انه احنا قضينا وقت ممتع جميل، واعتقد ان تكلمنا واستفدنا من جلستنا. بكرة ان شاء الله راح احاول اطلع وبرضو نغطي موضوع اخر من موضوعات مسرح الاحلام. اللي يبغى يسجل الكورس موجود الان على الموقع سمية369.net. شكرا للايكات، شكرا للقلوب، شكرا للكلام الجميل، تصبحون على حب.